السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم على الانضمام عبر قناتنا في اليوتيوب OAS Engineering Assistance Service أو عبر صفحتنا على الفيسبوك OAS NDT. معكم المهندس نطور عيسى. في هذا الجزء الرابع إن شاء الله نستمر في شرح Essentiel de l'ASMINEF. تجدون أسفل الشاشة عنوان الشركة ومقرها سكيكدا الجزائر، رقم الهاتف والإيميل. لأي استفسار نحن في الخدمة إن شاء الله. في الفيديوهات السابقة تطرقنا إلى معنى WPS، معنى PQR، معنى WQT، وقلنا بلي كاينين أجزاء أخرى إن شاء الله رايحين نشرحوها واحدة تلو الأخرى، يعني مجزر البشر وحكم إن شاء الله رايحين نشرحو كل حاجة في وقتها. بالنسبة للفيديو تاع اليوم رايحين نحكيو عفوا لي زيسي ميكانيك، ميكانيكال تيست، يعني بعد ما تعمل ان دبليو في بي اس دير سودي ان سبيسيمان ان شانتيون سوا بايب ولا بلاكا، وبعد دير دي زيبروفات، نعيطو لهم لي زيبروفات. لي زيبروفات هادو لازم نقصوهم على دي على اشكال شونتيون. شونتيون هذا ما راح تجيبه، كنت تروح لازمي 9 لازمي 9 في الباراغراف اي موجوده تحت الشاشه كي دبليو في 462.1 اي، كاين اي كاين بي، ليسونسيال حنا نروحو للاي. في الاي هذا واش راح يعطينا؟ راح يعطينا رسمه. الرسمه هذه توضح كيفاه راح تكون الشكل تاع العينة تاع الشونتيون تاعك اللي راح دير عليه الاختبار. شكل العينة راح تكون كيما بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هادو شكل العينات اللي رايحين يكونوا. شوف كيما هنايا السوداش هنا راح يكون في النص لهنا او ميليو لهنايا. هذا عبارة عن تيج او بونو، تيج دونكراج ولا بونو، ديروا عليه التيست راح يكون كيما هك، راح يكون كيما هك. المهم هناك اشكال بزاف. الشكل هذا قلنا نروحو لازمي ناف توجور باراغراف كي دبليو في 461 اي، راح يحكينا كيف نخدمو سبيسيمان تاعنا. هنا كنت تجي تشوف ليطا انيسيال كيفاه كان مع الاول، ها هو جوان تو دير تاعنا، ها الميتال دو باز من هنايا، ميتال دو باز من هنا، هذا الميتال دابور جوان تو دير تاعنا، وهنايا عطانا سبيسيمان كيفاه راح يكون. يعطي لك الطول تاعو، قداه لازم يكون الطول، قداه لازم يكون العرض، قداه لازم يكون ديبيسال. عندنا ريجيسيون سيكسيون، لا ريجيكسيون تاع لا سيكسيون هادي قداه راح تكون. ليسونسيال حنايا في الجزائر محسوب دي لابو كامل وهما اللي يتكلفوا بالموضوع هذا، يعني تبعث له في مثال خدمتي دبليو في بي اس على 6 بوس ولا 4 بوس، تبعثها له كيما راهي هو يخدم لي زيشونتيون كيما يحب. كاين دي لابوراتوار في الجزائر ما عندهمش الفريزاج والتورناج و لي زوتي اللي يخدموا بهم، يقول لك روح خدمهم انت وحدك برا. تروح انت عند كاش تورنال ولا كاش عند تورنال تكون عنده فريزاز وتعطي له الوحده ويقول له كيف يخدم لك لي بارو تاعك. لي بارو راح تجبدهم من لازمينف من هنايا وتقول له كيف راح تخدم لا ديمونسيون اللي تحب انت. التست الاول اللي حكينا عليه في الكي دبليو في 141.1 هو تيست دو تراكسيون. هنايا حاب يدير لا تراكسيون، تراكسيون بالعربية حنا نقولو الشد. لي قراو جيني ميكانيك قراو لا طرون كومان في الجامعة قراو لا ريزيستونس دو ماتيير لار دي ام، قراو لي زيسي هادو لي زيسي ميكانيك تراكسيون البلياج تاكستير بزاف. كاين دي تيست هنايا بدنا تيست تاع لا تراكسيون. الدور تاع التيست هذا انه نقومو بالضغط عليه ولا نجبدو الشد في مقدار تاع زمن معين ونشوفو التشوه اللي راح يصرى ولا قداه راح تريزيستي لا بياس يعني
باه توصل للفايلر باش تتكسر لا بياس تاعنا ونشوفوها بارابور لو كود ستاندارد اللي نخدمو به. الكريتير داكسبتاسيون ما رايحينش نحكيو عليه اليوم، نحكيو عليه في الفيديو اللي وراه هذا ان شاء الله، البارتي 5 ان شاء الله نحكيو على الكريتير داكسبتاسيون تاع شاك اي سي ميكانيك. كيما راكم تشوفوا في الشاشه اللي هنايا، هنا دار لاتراكسيون تاعو، جبد من هنايا فورس جبد من وفورس جبد من، يوصل سارتان مومون راح يصرى ديفايون لهنايا، راح تتكسر لا بياس تاعنا، وتشوف قداه كانت الماكسيموم تاعك اللي خلاتك باش كسرت لك لا بياس. دوزيام تيست كيما تشوفوا كاين تيست دو بلياج. تيست دو بلياج هو يجيب سبيسيمان كيما راه، يحطو في لا ماشين اللي هنايا من الفوق، ويهبط عليه ان فورس. الفورس هذا الالتواء، البلياج راح يدير لنا التواء لهنايا. الالتواء هذا اللي يكون هنايا ندورو لا بياس ونشوفو اذا كاين تشوه في الجوان تاعنا ولا ما كانش. والتشوه هذا كاين كريتير داكسبتاسيون نخدمو عليه كيما قلت لكم في البارتي 5 ان شاء الله نحكي. كون تشوف الكوطي هذا ادرواد راح تشوف التشوه هذا كبير، هذا اوتوماتيكمون راح يكون ريفيزي، راح تعاود البيكيير تاعك. هنايا فيها حكايه، كي نوصلوا ان شاء الله للكريتير داكسبتاسيون نشوفوا قداه يعطينا لو كود مينيموم ولا ماكسيموم باش ناكسبتيو لا بياس تاعنا. هذا التيست نديروه باش نشوفوا الساودنس. ساودنس باللونجلي هي التجانس، نشوفوا اسكو اللحام هذا فيه تجانس ولا ما فيهش، ونشوفو اسكو يتحمل الشد ولا ديكتيليتي تاع الجوان تاعنا اسكو كاينه ولا ما كان. هذا هو لو بيت من التيست تاع البلياج. تروازيام تيست كيما راكم تشوفوا فيه هادو يندار الفيلد ويلد، يعني لا سودير دونغل. كي عود عندنا سوداج دونغل كيما تشوفوا في السبيسيمان هذا، سوداج دونغل هذا رايحين يقصوه دي بارو راكم تشوفوا، يعطي لك الطول تاعو باغ اكزومبل 150 مليمتر لازم يكون، وهنايا 300 مليمتر. هذا الشونتيون اللي راح دير عليه التيست، تسودي هنايا بعد تقص لي بارو، تقص لي بارو تاعك، تقص لي بارو وتفض، راح تعقبها مع الماكرو تيست. كنت تشوف في النوطابيلي من اللي من تحت لا نوت هادي في الماكرو تيست، يقول لك باللي، يقول لك باللي الشرح تاعها يعني الترجمه تاعها انه لازم يكون فيوجن، لازم يكون فيزيون بين الميتال دابور والميتال دو باز. يعني كي تقص لا بياس الشونتيون تاعك وتشوف، لازم تشوف ان فيزيون كومبلي اونتر لو ميتال دابور اي ميتال دو باز. تروازيام ايسي كيما حكينا عليه هو النوتش طفنس تيست. هذا النوتش طفنس تيست قلنا غير اذا الكود اكزيجي عليك تخدمو، يعني باغ كود نروحو لازم يويت نخدمو في بريسيس فازل في بالون بيرج ولا نخدمو في ام بي اس، يقول لك لازم تعمل لي النوتش طفنس تيست. هذا هو النوتش طفنس تيست، هو الامباكت شاربي. هو كي تشوف النوتش هذا اللي راهو محطوط هنايا، مال محطوطة لا سوري، راك تشوف واحد النوتش اللي هنايا. النوتش هذا يديترمينيهولك في الباراغراف كي دبليفي 171 اي كي دبليفي 172، راح يقول لك قدمناه تخدم النوتش هذا وكيفاش تخدم النوتش هذا، ويقول لك راح تخدم اي زود ولا شاربي. كاين دو راه تحط الشونتيون تاعك لهنايا، تهبط عليها كي تشوف هذا كيما المارطو، راه تهبط عليها ان فورس. لا فورس هادي راح تضرب النوتش من لورا لهنايا، كي تضرب النوتش راح تعطيك ان فالير. الفالير هذا تشوف تكومباريه في الكود، وقلنا الفيديو ان شاء الله الخامس اللي ورا هذا راح نشوفوا الكريتير داكسبتاسيون تاع كل اي سي ميكانيك. هذا التست نديروه باش نشوفو اذا العينه تاعنا تحمل تريزيستي للتشوه الطوفنس ولا ديكتيليتي لا سوليديتي تاع لا سودير تاعنا. هادو هما لي زيسي ميكانيك لي رايحين يكاليفيو لك ان دبليو في بي اس. وبعد تشوف لارتيكل هذا كي دبليو في 142 اكزامان سبيسيال بور لي سودير.
اون فوا لامولوغاسيون صرات تاع لا دبليو في بي اس، يعني درنا لها ام بي كي ال. دونك باش نبداو نخدمو في الشونتي لازم السودان يكون اومولوغي. يقول لك لا هنايا ان تيست راديوغرافي ولا التراسونيك، هادو هما لي زيكزام سبيسيال راديوغرافيك ولا التراسونيك، سينو الكي دبليو في 191 ورايحين نحكيو عليه بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. قال لك يقدر هو يرومبلاسي لي زيسي ميكانيك، خاطر احنا لي زيسي ميكانيك واش نشوفو؟ نشوفو الخواص الميكانيكيه تاعنا اللي درناهم، سواء الميتال دو بار دو باز اللي خيرناه، الميتال دابور اللي حطيناه، لومبيراج، الفولتاج، التيرموثيرميك، البريشوفاج سينيسيسير، لا تمبيراتير اونتر باس قداه كانت، هادو كل كي درناهم وفضينا درنا لي زيسي ميكانيك خرجوا لنا ملاح. سو كي في سي بون، رانا تهنينا الخواص الميكانيكيه، كنت نطبقو سوداج هذا راح يكون مليح. يقعد لنا البيرفورمانس تاع السودار، السودار واش هي؟ لازم نديرو له ان تيست، نشوفو لي سكيلز تاعو، اسكو راح يخرج لنا دي ديفو، لي زامبرفيكسيون كوم مونك بينيتراسيون، مونك فيزيون، فيسير، لي زانكليزيون، لي بوروزيتي، انسي دي سويت، لي كانيفو، راح نحكيو عليهم ان شاء الله في الكاليفيكاسيون سودار كي نوصل الارتيكل هذا. دونك ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله رايحين نحكيو كيما راكم تشوفوا على لي كريتير داكسبتاسيون تاع لا تراكسيون تاع البلياج تاع النوش ستافنس تيست تاع الماكرو، اللي نحكيو عليهم ايطاب بار ايطاب. بارطاجي لو ماكسيموم، خلي خوك يتعلم كيما العاده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.